نحيي عاليا الضحايا من خلالكم على الجرأة والشجاعة. اليوم خرجوا، يعني ما كنقول لكمش خرجوا مرغمين أو مضطرين، لأن بالنسبة لي أنا تصريح ذاك السيد اللي قلت لكم قبل قليل، ذاك التصريح يعني كيف غادي نسميه، تصريح الأرعن، يعني ماشي هو اللي زعما كان الدافع أساسا، هو صمت المجتمع، صمت الحكومة، حيت حنا مباشرة بعد ما صدر الحكم ديال الصحيح اللي كان هو موضوع هذه المتابعة، جئنا لواحد الحركية درناها مع المشرع، درناها مع البرلمان في غرفة عين، درناها مع مجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل أن هاد الناس، حيت هذه الجراح ديال هاد النساء راه ما ندملاتش ولن تندمل. الصحفيات بالخصوص كيعرفوا امرأة تعرضت للاغتصاب شنو هو النتائج ديالها النفسية والأسرية والمجتمعية، وخاصة في مجتمع ديالنا اللي هو هذه الثقافة الجنسية يعني بالنسبة لي طابو. ولاحظنا من كانوا يساندون هذاك الصحفي أو هذا سميتو هذا الشرديمة، هذه العشيرة اللي هي بغت تعتبر أن هذه القضية هي قضية مهبركة وقضية مصطنعة من طرف بنية سرية، وكأننا واحد النظام ستاليني. التصريحات اللي قام بها ديك السيد هي تصريحات يعني ما عندها لا أساس ولا رأس. وبالتالي التشويش اللي كيعمل على المؤسسات وعلى الضحايا، قررنا غادي نقوموا بدعوة قضائية في إطار ماشي المزايدات أو التحدي، إطار يعني بركة، يعني ونياسة من هذه التصرفات اللي هي غير أخلاقية وغير قانونية. ما غاديش نديروها غير هنا في المغرب، غادي نديروها في الدولة اللي هو اعتبر بين قوسين أنه كيستقوى بها على القضاء المغربي المستقل، واللي ما فهمتش مرة تدي بحلال مرة تدي بحلال. ملي خديتي الصراع عجبك الحال وخرجتي في الباب، أول ما بان لك بان لك هاد الضحايا وبان لك هاد الدولة اللي يعني كل حال قطعت واحد الأشواط في مجال الإنصاف والمصالحة، ويعني واحد الامور اللي هي ولات تحت كلها رقابه القضاء، بما فيها العمل ديال الشرطه، بما فيها العمل ديال القوى اللي هي مسؤوله على تنفيذ العقاب. وجا بغى يفهم المغاربه من خلال التصريح اللي دار به السجن ان هذا الملف هو من صنيعه البوليس السياسي. البوليس السياسي بالمخيله ديالك اسيدي انت جاهل بالتاريخ. هذا المصطلح بعدا تيرجع للانظمه الشموليه، كيرجع للانظمه الديكتاتوريه. وهذا البوليس السياسي كون كان عندنا بوليس سياسي، ماشي العالم غادي يعترف بالمجهودات اللي كتبذلها الدوله المغربيه بشخص وزاره الداخليه، بشخص المديريه العامه للامن الوطني، المديريه العامه للمحافظه على التراب الوطني، وتوشح هذيك الدول وهذيك الشعوب اللي على برا هذا المدير العام للامن الوطني باسمه من درجه ممتازه جدا، وكتشهد له في قضيه كبعة العراق. انت جاي باغي اليوم تفهم بان قضيه الصديق ديالك واللي من العشيره ديالك على انها هي قضيه ديال البوليس السياسي، هي قضيه الافعال المتعلقه بالاغتصاب والاستغلال الجنسي المجرم عالميا والمدان. ماشي راه بالنسبة للدولة اللي كينتمي ليها هاد السيد، ماشي الأصل ديالو مغربي ولكن هو كيتوجه بالجنسية. هاد النوع من هاد العقوبات راه هو معاقب عليه بواحد العقوبات شديدة على برا، ويجي اليوم ويقول لك البوليس السياسي هو اللي دار هاد القضية. والبوليس يا سيدي دارهم الصديق ديالك بالأفعال ديالو، وهانوما الضحايا اللي كنتو كتقولوا ما كاينينش راهو ما كاينين. ولذلك حنايا القضية ما بقاتش ديال الدفاع وديال الضحايا، ولذلك قررنا بمعية الضحايا ومجموعة من المفكرين والمؤرخين ديال بصح ماشي ديال بالعاري، ومجموعة من الأكاديميين والهيئات الحقوقية والنسائية على تأسيس إطار وطني سيعنى بقضايا الضحايا، وغادي تسبقها واحد الندوة وطنية دولية، ومن بعد غادي تعلن عن التأسيس ديال هذا، سنخبركم بذلك في حينه. مرة أخرى تنقول يعني هذا السيد وكل من يتطاول على الضحايا بيننا وبينكم القضاء
الوطني والدولي. أقول لكل من يتبجح بأنه هذه المسألة كان فيها انتصار وما كاينش الحقوق وما كاينش الحريات، وما كاينش الحقوق والحريات. على أي أساس مشيتي تكلمتي يا الأخت الكريمة ديك الحقوقية حتى هي تكلمتي في قناة اللي ماشي عمومية، بون قناة خاصة ولكن الفضاء العمومي، وتكلمتي بكل أريحة ودرتي كل التحاليل من خلال تصور ديالك والعقيده ديالك، وفي الاخر تسيء الى مؤسسات البلد المكافحه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.